السلام عليكم. وهسه كمان مرة رح نشرح مثال على حركة الدائرية. يعني احنا فعليا أسئلة الأونلاين كلها كانت حركة دائرية وكلها بنفس الأفكار. يعني إذا بتلاحظوا نشوف السؤال هل هو نفس الأفكار ولا لا. إلي ريسر كار أو ريس كار، يعني سيارة سباق إيه بتمشي بجزء أفقي ستريت لاين، هيها واي ري ريس كار سرعة V أو السيارة B مش عكير سيركلر بورشن. هذا انستنت شون، يعني باللحظة هاي لما كانت السيارة على زاوية 50 من الكيرف تقول لي إنه إيه تمشي زايد متر لكل سكند وبي تباطؤ متر لكل سكند تربيع. بس بيفرق شلون معي التباطؤ تسارع، إنه بيهمني اتجاه التسارع أنا بس. For the position shown, determine the velocity relative to A. تمام. VA نعطيني 240 كيلومتر لكل اور و VB 200 كيلومتر لكل اور، فانا بحولهم لمتر لكل سكند. عادي بحكي 240 كيلومتر لكل اور، شو بدي اساوي؟ بضرب باور بقسم على سكند، بضرب بمتر بقسم على كيلومتر، فبالتالي بضرب ب 1000 بقسم على 3600. تمام تمام بضرب 1000 وبقسم 3600. فهسه في اي هي لليمين وفي بي مايله بزاويه زي هيك. طيب هاي الزاويه الميلان كم؟ كيف بدي اعرفها؟ بكل بساطه بعمل خطوط مماسات. كيف يعني؟ يعني انا عندي هاي الزاويه اللي انا سرعه، هاي سرعه اي سرعه بي قصدي، وهاي العمود عليها. تمام، وهذا محور واي وهذا محور اكس. شو بستنتج؟ إذا أنا معي الزاوية بين محور واي وهذا العمود 50، فبالتالي الزاوية هاي برضو 50، وأنا بعرف إنه هاي عمودي فهي 40، وبظل بعدين نكمل 50 40 50. فبالتالي سرعة A بين محور X وسرعتها هي 50، يعني نفس زاوية القطاع. فسرعة B بتساوي السرعة هاي اللي 55.56 ايش بزاوية زي هيك. شو يعني بزاوية زي هيك؟ مقدارها 50، يعني انها سالب 55.56 اي هات سالب كوساين 50 اي هات سالب 55.56 ساين ساين 50 جي هات. هاي معنى في بي. وفي اي كم يعطيني اياها؟ سالب 66.67 اي هات. بطرحهم من بعض مثل ما هو عامل الكتاب هون. ايش بعمل؟ طب ليش هاي هاي معناها انه جمع، يعني انه طرح، يعني ناقص ناقص، يعني ناقص صح، ناقص ناقص موجب، هاي معنى موجب وبس. طلعت السرعة والتسارع، طلعت السرعة بالنسبة للريلاتيف، طلعت آخر شيء تاني الإنفرس، طلعت الزاوية، بعدين حولها لكيلومتر لكل أور مش مشكلة. بس الريلاتيف أكسلريشن أنا بعرف إنه A ماشية مسار مستقيم، فالـ A N زيرو، وبعرف إنه الـ A T إلها هو إيش؟ حكى لي إنكريزنج هو 10، يعني 10 ولليسار يعني سالب، سالب أي هات، سالب 10 أي هات. تمام. بخصوص تسارع بي في عندي اي تي و اي ان. اي ان كم؟ في تربيع على رو. كم ال في؟ 55.6 تربيع على رو. كم ال رو؟ معطيني 300 ملم 300 متر. طلعت ال اي ان كيف اتجاهه؟ هيك اتجاهه، هيك اتجاهه. طيب والسرعة هيك، يعني التانجنت يعني. تمام، شو عندي كمان؟ محور واي، عندي محور إكس، وهاي السرعة مرة ثانية، هاي السرعة، ومثل رسمة قبل شوي، إذا هاي الزاوية 50، فهاي الزاوية 40، إذن اللي بعدها 50، إذن اللي بعدها 40، إذن اللي بعدها 50، اللي بعدها 40، يعني التسارع إن مع الزاوية إن مع محور إكس، يعني بستنتج إنه إن تساوي قيمة AN زي ما هي ساين الـ40
هات ان ساين الأربعين ولا تحت، يعني أنا بحلل هيك بحلل هيك. تمام، قديش ان ان تمام، والاي تي تي كم؟ تي مهم يعطيني اياها ستة، ستة ستة ايج ديكريزنج، يعني هو هيك ماشي الكيرف، بدها تكون سالب ستة اي هات. تمام، هذا الاي تي، لا لا الاي تي، ايوه هذا الاي تي، هذا الاي تي، فبحلله برضه سالب خمسين او سالب قيمة اي تي اللي سالب ستة خمس كوساين الخمسين اي هات، بعدين سالب اي تي ساين الخمسين جي هات، ايوه انه هذا الاي تي. حللهم، هاي طلعت الاي تي، طلعت الاي ان، طبعا ليش هتقولوا لبي قديش الـ AT لـ A سالب 10، اطرح خذ الجذر التربيعي، خلينا نشوف والله إذا عملت نفس الحكي ولا لا. هاي الـ AT سالب 10 I هات، تمام الـ AB لـ T 56 زي هيك. تمام، أنا هون كنت مخربط لأنه طالب تباطؤ فاتجاه هيك بالعكس، فبس بتتغير عندي الإشارة هاي هيك، هاي بتصير موجب صيرو جبك. تمام، نكمل الـ AB لـ N متباطؤ، لو طلبت تسارع انه ظلت تجي على المسار تسارع. الـ AB لـ N زي ما عملت انا وزاوية 40، اموري 100% صح فيها. AB relative لـ A، AB لـ T زائد الـ AB لـ N ناقص الـ AT، يعني عادي تروح كله من بعضه زي ما كنت عامل. فشو بحكي؟ ساين الخمسين هات هي موجبة، تاني 50 جهات هيها من 10.28 اللي هي الـ AN فيها تعطيني AN كوساين 40 أي هات موجبة صح، AN ساين 40 سالب صح، بعدين عندي سالب السالب 10 يعني موجب 10، بعدين الـ AN 0 بطلع المركبات وأخذ الجذر يعني بخلص، يعني أنا بطلع AN زائد AT بتعطيني فعليا AB تجمعهم الاي والجي ناقص الاي اللي هي ناقص ناقص 10 اي هات اللي موجب هي موجب، تجمعهم وبخلص سؤال. يعطيكم الف عافية.